السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء الطلبة، درسنا اليوم يتعلق باللي هو الجهاز التناسلي الأنثوي، اللي هو Female Reproductive System. هذا الجهاز يتكون من مجموعة من الأعضاء والقنوات، مثله مثل اللي هو الجهاز التناسلي الذكري. هنا عندنا الغونادز اللي هي الغدد التناسلية للأوفاريز. أوفاريز جمع اللي هم اثنين، تو أوفاري، نقولوش تو أوفاري، نقولو تو أوفاريز بالجمع، وان أوفاري تو أوفاريز. طبعا هو هنا يعتبر اثنين، يعني بير. طبعا أنا لما شرحت اللي هو الجهاز التناسلي الذكري قلت غلطة، اللي هي قلت تو بيرز، غلط. يعني تو هي نفسها بير، يعني زوج معناها اثنين، نقصد بها انه هو زوج، او نقصد بها اثنين، ما نقصدش بها انه زوجين، وانما نقصد بها اثنين. فمعلش سامحوني، انتبهوا لي النقطة هاي. نفس الشيء للأوفاريز، هما اثنين يعني بير، يعني زوج اثنين، واحد على اليمين واحد على اليسار. ايضا اللي هو يوترين فالوبيان تيوب اور اوفيدكت، اللي هي قناة فالوب. في الرسمة عندي اثنين اوفري واثنين قناة فالوب. يوترس اللي هي هذا الرحم، فاجينا مهبل اكسترنال اورجانز، وعندنا الميموري جلانز. الميموري جلانز مش حنتكلم عليها باعتبار زي ما قلنا ونكرر كل محاضرة ان انتم ظروفكم استثنائية، فواحدة من التقليص متاع المنهج اني انا حولت الميموري جلاند من المحاضرة هذه، يعني مش هتكونوا مطالبين بها في الامتحان، ولكن هي موجودة في المحاضرة النظري لأي واحد منكم يحتاج إلى أي معلومات. هنا واضح الرسمة، لما ناخذ قطاع عرضي هيك بالشكل هذا، عفوا هذا مش قطاع عرضي، هذا قطاع طولي، في اللي هو الأوفري بالشكل هذا، منظر كامل. فتلاحظوا هنا الخلايا الطلعية اللي تحيط به، وبعدين هنا عندي مجموعة من الحويصلات بالشكل هذا، وفي المركز اللي هو عبارة عن كونكتيف تيشو. هنا نتكلم عليه بالتفصيل، أو يعتبر بإيجاز نوعا ما. الأوفريز آر ألموند شيب باديز، تعتبر أشكال تشبه اللوز أو اللوز اللوزة، يعني تقريبا حوالي 3 سنتيمتر في الطول، 1.5 سنتيمتر في الاتساع، 1.5 حوالي اللي هو السمك بتاعها. كل أوفري يتركب من حاجتين، ستروما والبارنكايما. ستروما عبارة عن شيء واحد، كابسول أفتوني كألبوجيني، هنا عندي اللي هي تعتبر حافظة من نسيج ضام يسمى تونيكا ألبوجيني، اللي هي طبقة بيضاء عبارة عن layer of dense connective tissue. شن معاه؟ covered by a simple squamous or cuboidal epithelial tissue، وهنا يسموها germinal epithelium لأن لها القدرة على الانقسام وإعطاء الخلايا الثانية اللي بتكون المبيض. أيضا reticular and loose connective tissue. والحاجة الثالثة اللي هي stroma cells، وهذه الخلايا عبارة عن spindle shaped fibroblast، خلايا اللي فيها بنائية شكلها مغزلي. البارنكايما عبارة عن حاجتين اللي هما الداخل، يعني احنا تو تكلمنا على الخارج بنتكلم على الداخل، الكورتكس والميدولا. الكورتكس هي اللي يعني بنمشي تو بالسهم هيك، اذا تو هيك خارجية، هذه كورتكس. اما الميدولا هي الدخلانية، اللب الداخلي. علشان تتكون الكورتكس اهو واضح، اللي هما ovarian follicles، هما ويصلات المبيض. والداخلي متكون من connective tissue, blood vessels, lymphatic vessels and nerves. إذن بهذا الشكل، هذه طبعا رسمة، وهذه اللي هو قطاع حقيقي شريحة، وهذا طبعا صورة للأوفيليشن اللي هو عملية التبويض. هنا هي الأوفيليشن، هي عملية التبويض، هذا مجسم. فتلاحظوا كيف اللي هي فيه الأوفيريان فوليكلز، هي بالتدريج بالشكل هذا، هذه برايمري فوليكلز، هذا كوربس لوتيوم. هنا الجريفيان فوليكل هي حويصلة جراف، وهذه حويصلات اللي هي ثانوية، هذا كوربس البيكانز، وهنا اللي هي جرافيان فوليكلز لكن فاضية بعد ما طلعت منها البويض. The ovarian follicles. Ovarian follicles consist of an oocyte بويضة surrounded by one or more layers of follicular cells. The granulosa cells يسموها. طبعا هنا الأوفيريان فوليكلز هم مجموعة، لكن احنا ما نبوش نتكلم عليهم بالتفصيل. At puberty two ovaries contain 400 follicles. في البلوغ تحتوي الأنثى على، أو تحتوي أو يوجد بالأنثى حوالي 400 بيضة.
There are four types of follicles. عندنا أربع أنواع من الحويصلات. الأولى primordial، الثانية primary follicles، والثالثة secondary، والأخيرة mature gradient follicles. طبعا في المحاضرة النظري كل واحدة من الأربعة هادو تكلمنا عليها بالتفصيل ومكوناتها والطبقات اللي تحتويها، لكن هنا تم اختصار المنهج لظروفكم أنتم. هنا إذا هذا الشكل متحو، إذا هذه الأولى primordial، هذه الثانية عندي هي اللي هي secondary، هذه primary، هذه secondary، وهذه الأخيرة اللي هي gradient. فتلاحظوا إن هي البويضة جت في منطقة هنا بالجانب، واللي هو التجويف يحيط بها يسموه الأنتروم، اللي ممتلئ بسائل حويصلي، وهادو اللي هم الخلايا يحيطوا بها. وكل واحد كل طبقة عندها اللي هو مكون، وعندها تسم، وعندها وظيفة. بس طبعا هنا تم اختصار الكلام هذا. هنا ovulation اللي هو ovulation هو عبارة عن release of oocyte اللي هي البويضة from ovary after rupture the mature follicles. إذا هذه هنا هذه اللي هي الحويصلة الناضجة أو حويصلة جراف، لما يصير فيه اللي هو تبويض تنفجر وتخرج منها البويضة. أمتى يصير؟ take place about 14 day of menstrual cycle in human. هذا أمتى يكون اللي هو يصير تبويض؟ يوم 14. occurs in response to luteinizing hormone اللي هو LH by the pituitary gland. إذا pituitary gland اللي هي الغدة النخامية تفرز الهرمون هذا باش يحفز المبيض إنه يصير فيه إباضة. if fertilization occurs في حالة إنه صار تلقيح it will take place in the upper oviduct and the fertilized egg is called a zygote. وتسمى البويضة المخصبة بالزيغوت. هذا اللي حصل فيه اللي هو تلقيح. corpus luteum شن هو؟ after ovulation بعد التبويض a temporary endocrine gland called corpus luteum اللي هو الجسم الأصفر، هو بعد التبويض بينتج، وهذا بيفرز هرمونات زي البروجسترون والاستروجين. إذا صار في حمل after pregnancy corpus luteum will degenerate بيتحلل completely leaving dense connective tissue called corpus albicans، بيكون في مكانه الجسم الأبيض. in the absence of pregnancy لو ما صارش حمل corpus luteum هذا بيتحلل by the beginning of the next menstrual cycle، حيتحلل في اللي هو نهاية الدورة القادمة. إذا هذا summary أو ملخص للفوليكولار ديفلوبمنت، كيف بيتم اللي هو تطور البويضة من البرايمورديال إلى توصل إلى البويضة الناضجة أو الحويصلة الناضجة وتطلع منها البويضة. فبيصير في نمو، انقسام اختزالي أول وانقسام اختزالي ثاني، وهذا نفس الشيء ما كنتم مطالبين به. ثاني عضو اللي هو اليوترين تيوب أو الفالوبيان تيوب أو ما يسمى بالأوفيدكت. كل التسميات هذه صحيحة. الأوفيدكت اللي هو قناة المبيض، إذا قلنا شن تسمى تشريحيا تتكون من ثلاث حاجات. أول حاجة الإنفانديبيلوم أهو اللي هو يشبه للفنل زي القمع. بعدين عندي أمبيولا هي اللي هي most common for fertilization، هي اللي بيصير فيها تلقيح. بعدين اسمس هي أني، ثم الانترامولر بورشن هذا اللي هو transverse the wall of the uterus اللي هو يعتبر جسم اللي هو الرحم. هيستولوجي، الهيستولوجية أو التركيبة النسيجية لهذا اللي هو الرحم تتكون من ثلاث طبقات أساسية. أول طبقة اسمها تونيكا ميوكوزا عندها تركيبتين، واحد لامينا إبيتيليال والثانية لامينا بروبريا. الإبيتيليوم عبارة عن سيمبل كولومنر إبيتيليوم. شنو هما الخليتين اتنين في السيمبل كولومنر إبيتيليوم؟ نوعين، واحدة سيلياتت عندها أهداب، والتانية خلايا مفرزة سكريت أنيوتريشن ريتش ميديوم، علاش؟ لتغذية سبرماتوزوا اللي هي سبير. هادي علاش في أهداب؟ لأن ترانسبورت أوفا أند إمبريو. إذا هني الخلايا في المنطقة هادي في أهداب تتحرك للداخل باش تدفع البويضة اللي هي مخصبة إلى اللي هو الجنين إلى داخل الرحم. لامينا بروبريا عبارة عن لوز كونكتيف تيشو يكون غني بالأوعية الدموية. الطبقة الثانية اللي هي تونيكا ماسكولرز عبارة عن سموث مصل الداخلية اللي هي سيركولر والخارجية لونجيتيودينال.
تونيكا سيروزا هذه عبارة عن فيزلر بريتونيا. إذا هنا الشكل اللي هو واضح كامل. إذا هنا الأوفري، هذا الأوفيداكت، وهنا اليوتيرس بالشكل هذا فواضح. هنا طبعا صاير فيه اللي هو فتح باش نشوفه اللي هو الداخل كيف، وهذا من الخارج الأناتومي بتاع. إذا هنا شوفوا الأهداب اللي هي في الفالوبيان تيوب، قلنا فيها أهداب بالشكل هذا. اليوترس، إذا اليوترس الفانكشن تاعه during pregnancy houses and support the developing embryo and fetus. فإذا هو اللي بيكون فيه مكان أو يعتبر كمكان يحتوي الجنين النامي اللي هو أثناء فترة الحمل. الأناتومي شكله اللي هو pear shaped organ consists of، عند body اللي هو major part، عند cervix اللي هو lower part، وعند fundus اللي هو يعتبر upper part اللي هو entrance of the oviduct اللي هي مدخل الأوفيدكت. في dense connective tissue of the lateral part of the uterus form the board ligament اللي هو بيكون الرباط اللي يسموه board أو الرباط العريض. الهيستولوجي، the uterus is a thick walled organ. Wall consists of three layers. إذا الرحم يتكون من ثلاث طبقات أساسية. إذا هنا اللي هو كانت هذه التركيبة اللي خدناها قبل هي تركيبة قناة المبيض. هنا توا نتكلموا على تركيب اللي هو الرحم، ثلاث طبقات. الطبقة الأولى تونيكا ميوكوزا، وهنا يسموها إندوميتيريوم، هذه تبطنها سيمبل كولومنر إبيتيليوم مع اللي هي الخلايا شني سكريتوري وسيلياتد. اللامينوبروبريا عبارة عن لوز كونكتيف تيشو، موجود أيضا بعض اللي هي الخلايا الفايبروبلاست، وهنا موجودة فيها هي الغدد اللي سموها uterine glands اللي هي الغدد الرحمية، وتبطنها simple tubular اللي هي gland، أو هي عبارة عن simple tubular gland. الطبقة الثانية اللي هي الendometrium، هذه عندها متكونة من طبقتين، الطبقة الوسطى متكونة من طبقتين. الطبقة الأولى functional layer هذه العليا، والbasal layer اللي هي الأعمق، هذه تمر بتغييرات تعتبر dramatic changes during menstrual cycle يعني أثناء الدورة الشهرية، بيكون في تغييرات كبيرة جدا كل شهر. أما الطبقة هذه تمر بشني little changes during the menstrual cycle، فالتغييرات تكون بسيطة في هذه الطبقة. الطبقة الثانية tunica musculars اللي هي يسموها myometrium اللي هي الطبقة العضلية، هذه تتكون من أربع طبقات من العضلات الملساء. الأولى والرابعة عبارة عن longitudinal muscle، الثانية والثالثة عبارة عن circular and oblique اللي هي مائلة. السيروزة عبارة عن perimetrium اللي هي connective tissue and mesothelium. هذا الشكل اللي هو اليوترس لما نأخذه في قطاع، هذه هو صغيرة بعدين هم كبرينها باش تلاحظوا اللي هي الغدد الرحم هنا بهذا الشكل. جولي السيرفكس اللي هو عنق الرحم، نارو لور نيك اوف ذا يوترس، انترنالي كفرد باي ميوكس سيكريتينج سيمبل كولومنر ابيثيليوم، هذا يحتوي على عضلات ملسة وتقريبا 85% دينس كونكتيف تيشيو. الاكسترنال اوس كفرد باي سترياتد، عفوا سترياتد سكوامس سيرتيفايد سكوامس ابيثيليوم، اذا هنا الفتحة الخارجية تكون اللي هي مبطنة وفيها اللي هي خلايا خشفية مركبة. The cervical canal عبارة عن branched mucus gland، عبارة عن غدد مخاطية تكون متفرعة، هالغدد الموجودة في عنق الرحم. Vagina is a fibromuscular tube extending from the cervix to the vestibule of the external genital organ، هذا المكان بتاعه. متكون من ثلاث طبقات، الأولى ميوكوزا وبعدين ماسكولرز ثم أدفنتيشيا. الميوكوزا متكونة من حاجتين مهمات اللي هما خلايا نان كيراتينايز ستراتيفايز سكوامس إبيثيليوم،
اللامينا بروبريا عبارة عن لوز كونكتيف تيشو في خلايا الليمفوسايت، عندي إلاستيك فايبرز، وتكون اللي هي فازكولارايز اللي هي فيها الأوعية دموية. أما المصل اللي هي عبارة عن إنر لونجتيودنال والأوتر سيركولار، واثنين طبعا أكيد سموث مصل. الطبقة الأخيرة اللي هي الأدنتيشيا عبارة عن layer of dense connective tissue that binds without surrounding binds with surrounding tissue. وبهذا نكون كملنا درسنا اليوم، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا رغم الاختصار الشديد في هذا الدرس.